السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالخوت وبالحباب، كدايرين؟ بخير، لبس عليكم، كدرتوا مع هاد البرد؟ مبروك علينا هاد الشتاء. يا ربي، وهذا فيديو جديد على القناة، نتمنى يا ربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية. بديتوا لكم بهاد الغدي والمتواضعة، غادي نصيب معكم واحد الطاجين. يعني كلشي دابا راه كيصايب تبارك الله، كلشي حادق، كلشي كيصايب الطاجين، غير هادي غير الطريقة ديالي اللي كنطيب بها انا الطويجين، وهذا هو الاخر ديال الشهر. يعني داكشي اللي كاين عندنا راه كنقضيو به وصافي. مهم كما كتلاحظوا هنا راه كان ضروري من نشحر او نحمر شويه الدجاج، اللحم والدجاج اللي كان مهم كنديروه هنا عندي واحد الطرف تاع لاداند. قلت غادي نحمره شويه في الزيت والملح، من بعد كنضيف ليهم شويه البصله، ونضيف ليه شويه البصله وشويه مطيشه، كذلك كنخليه شويه يتحمر، ندير الثومه ربيع، وكنزيد العطريه. العطريه راه كلشي عارفه، التحميره، البزار، الخرقوم، هذا الخرقوم وسكنجبير، صافي، وشويه الربيع اللي غادي نجبدو غير من المجمد. صافي، نحاول ندخل العطريه في هذه الحيمه، ومن بعد كنحط عليها البصله اللي غادي نقطعها شويه هكاك مشنفه، ونحط خيزو وبطاطا. انا كندير خيزو بزاف في الطواجن، لان ولدي هو اللي كياكل، ما كيبغيش ليا بطاطا، كياكل غير خيزو. صافي، وهذا هو الطواجن ديالي، وهذه هي الغديوه ديالي. من بعد غادي نجمع الدار هكاك، وغادي نتكاو شويه ونخرجوا. وهنا كما كتشوفوا راني لابسه جليليبه، كنشوف في راسي انني الحمد لله، الحمد لله الريجيم راه نافعني. يعني من بعد ما كانت فيا كدا 90 كيلو، راني الحمد لله نقصت بالريجيم. يعني عجبني راسي الحمد لله. وهنا هو مجد، كما كنقول لكم ضروري السيمانه كلها وحنا خدامين، كيجي هذا الويكاند خاصنا نفرحوا الوليدات، نخرجوهم شويه حتى هما يفوجوا هكاك وينشطوا شويه، لانهم باقيين صغار، باقي محتاجين اللعب، باقي محتاجين حتى هما بحال كيشوفوا يخرجوا يبدلوا يغيروا الجو. هنا خرجناه سمحوا لي، هنا خرجناه لهنايا حتى العوده، كاينين هذوك الالعاب. المهم كما كتشوفوا انا كنصور لكم نيت المدينه راه عامره، كلشي خارج، الوليدات راهم يلعبوا. مهم هنا غادي نخليو مجد، ودا شكون اللي بحال ولدي ضروري كيلعب في طوموبيله، كيهبط كيبغي موطور، يهبط من الموطور يبغي طوموبيله اخرى. يعني ما كيكفاش غير يلعب مره واحده، خاصو بزاف يبقى يلعب ويهبط ويبدا يبكي، ما يبغيش يحيد لينا من هنا. يعني كيندمنا علاش خرجنا وعلاش جبناه هنايا. المهم هادو هما الدراري الصغار، ما عندنا ما يديروا. بزاف لانك تعرفوا الاخر الاسبوع كلشي الناس يكونوا خارجين. هنا مشيت لواحد المحل ديال 5 دراهم، ما نقولش لكم عامر، يعني واخا بغا نصور راني ما كديتش كاع. المهم كنوريكم هاد الباكيه راه ب6 دراهم الصراحه، غير خدوها، انا غير دخلت وانا نصايب بها العشاء الصراحه. دابا كندير لكم المونتاج، ما تتعجل ما والو، خدوها الصراحه زوينه هاد الماركه. خديت هاد المعالق وهكا ديال الخشب ب5 دراهم، خديت هادي حتى هي ب5 دراهم، خديت هادو ديال اللي كنعبروا بهم هكاك الزيت ولا السوائل ولا اي حاجه. مهم هادي بمقاسات مختلفه، يعني كما كتشوفوا ب5 دراهم باش خديتها. الصراحه المحلات ديال 5 دراهم داروا فينا خير كبير. خديت هاد البواطه حتى هي ب5 دراهم، عجبتني لانها ما غتاخذش لينا حتى لا شحط لك شي حاجه وبغيتي ديريها في الثلاجه، ولا بغيتي ديري اي حاجه في الثلاجه ما كتاخذش واحد لاسباس. وخديت الباكيت الحلوى ب5 دراهم،
خديتها ديال الفاني بخمسة دراهم، غير ما عارف فين هي، فين حطها لي ولدي. انا راه الميكات ما كيزقاوش بلايصهم مع مجد. خديت هادو ثلاثة بخمسة دراهم، ما طيشت الحك. خديت هاد المطيشة ديال هادي السائلة بخمسة دراهم. خديت هادو ديال الطون، اول مرة غادي نجربهم. بالنسبة لهاد الماركة اللي بالكحل ما عجبتنيش بزاف. انا دابا كندير لكم المونتاج، يعني شحال من حاجة جربتها حيت الفيديو ما كنحطوش في نهار ولا في سيمانتو، كنتعطل باش نحط الفيديو. مهم هذا ديال الطون الكحل ما عجبنيش بزاف. خديت الثومه بخمسة دراهم، ثومه بودر. خديت هاد الفيلم اليمونتير، خديته ب 23 درهم، يعني 460 ريال. عامر ومزيان الصراحه، حسن واحد ما ياخذ دوك الصغيورين. هذا زوين 23 درهم، يعني راه مزيان. مشيت لعند الهري، خديتها 3 دراهم ديال الدره، لان ماجد كيبغي القلية بزاف، خديتها ليه. وخديت كنت باغا بحال هاد البكية، بغيت ناخذ هاد لي بات، ما عرفتش شنو كيقولوا ليهم، دي ما عرفتش. المهم خديت غير 5 دراهم. وخديت انايا الزيتون الكحل والخضر اللي مقطعين، بغيتو معلقه بالبيتزا، يعني بلا ما نبقى نقطع. شوفوا ماجد اش داير، نحط ويجر. خديت هادي اول مره كنجربها، غادي صراحه هي شويه زوينه. المهم حتى هي زوينه، ولكن واحد الماركه كنت خديتها شحال هادي ما لقيتهاش، هي اللي كنت باغا ناخذها زوينه هذيك. خديت هذا الدراهم بخمسة دراهم. وبالنسبه للفرماج خديته ب 15 درهم، فيه 24 يعني قطعه ب 15 درهم. وخديت هاد الطبيصلات من عند الموال. المهم مشيت عند مولين 5 دراهم، عند الهري درت شويه في المحلات. هادو زوينين عجبوني، بحال كتحطي فيهم ديال يوميا، زوينين ب 13 درهم الواحد. خديتهم بجوج ب 500 ريال، يعني 25 درهم، نقص لي درهم. خديتهم بجوج ب 25 درهم، الصراحه عجبوني. حنا الموال راه ما يخطاوناش، ضروري فين ما نخرجوا نلقاو شي حاجه نهزوها. ومشيت البيم، خديت هاد ABC، كانوا بروموسيون، كنت حطيتهم نيت في القناة، شي ديزارتيكل ديال البيم اللي كانوا بروموسيون. ومن بينهم كانت هاد تيد 9 كيلو ب 90 درهم. انا ديما كنستعمل هاد اومو ديال لا ماشي، ولكن كيتقام عليا شويه غالي، يعني دغيا كنصبن انا بزاف مع على قبل مجد، كنصبن بزاف ما كيقدنيش، دغيا كيسالي ليا. وقلت علاش لا نجرب هاد ABC، بزاف الناس شكروا ليا، قلت وغيتقام رخيص. خديت في هاد الخنيشه فيها 9 كيلو لي، وغادي نجربها ونشوف واش غتخرج ليا الحوايج، واش يكون فيهم الريحه زوينه ولا لا، ونقول لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. خديت هاد ديستو ديال الصراحه هذا ما تيخطانيش، فاش كيكون بروموسيون فيه بيم ضروري تناخدو. 20 درهم راه تتبقى ليا بزاف، يعني ما تيساليش ليا دغيا، كيبقى ليا كدير واحد المده اللي كبيره. مهم غير تي تنشوفو انا قرب يسالي، ملي تيديروه في بروموسيون في بيم راه تناخدو، راه في 2 كيلو. اش خديت تاني باش نتفكر لكم تاني، راه واخده شي حاجه اخرى. المهم غناخد ضروري من ناخد الحليب المجد، ضروري نجيبو حتى هو. هنا خديت موتزاريلا والحليب، حيت انا تندخل تنديرهم ديريكت في الثلاجه، شاش ما تنحطهمش في، كنخليهمش على برا. خديت هاد الموتزاريلا ماركه جربتها صراحه، هي راه جربتها، درت واحد البيتزا درت فيها هاد الموتزاريلا. المهم ما بيهاش، زوينه صراحه زوينه، فيها 40% ديال الدهون، يعني 40% مواد دهنيه. خديتها من تاهي المحل ديال 5 دراهم، خديتها ب 13 درهم، 13 درهم باش خديتها. وهي بقى فيها المدة الصراحية باقة، وفيها 250 غرام، يعني الرابعة. وخديت الحليب طبيعة الحال، هذا هو الحليب اللي تنعطي لمجد بزاف، كيجيني حسن من سونترال، يعني ما كنديرش الإشهار، وإنما هذا كيعجبني المجد، كيكون هو لذيذ، إلا شربتوه كيكون لذيذ على سونترال.
المهم هنا مباشره غادي ندوز معكم هذا النهار الثاني يعني الغد لي بغا نصايب معكم واحد الحريشات صغار زوينين حتى للفطور للكوتي. المهم هنا عندي نص كيلو تاع السميده رقيقه، عندي واحد الكاس تاع العصير ما غاديش نكملو كامل، المهم كاس العصير ديال الليمون، دابا المندرين كاين، كاس معمرش للزيت، وكاس تاع سنيده معمرش. يعني دائما نعبر بكاس العنبه ولا الكاس اللي كنشربو بيه اتاي. هنايا واحد جوج جزارات او خيزوات صغار اللي حكيتهم، عندي حك ديال دانون ديال الفاني وجوج بيضات، واحد ساشيه ديال الفاني وجوج خمارات حمرين صافي. ودابا غادي ندوز مباشره للتطبيق. المهم هنايا غادي نبدا غادي نجيب طبيعه الحال السميده راه حنا مغربلينها، عندنا نص كيلو اللي غادي نضيفوا ليه شويه الملح، ضروري من واحد القبيصه تاع الملح اللي غتعدل لنا المذاقات. غادي ندير كاس تاع الزيت، يعني قلت لكم معمرش، غادي نضيف عليه كاس تاع الجزر. مهم كاس نتوما شوفوا واش غتكفيكم وحده، واحد الخيزوه وحده ولا جوج، ساشي ديال الفاني، كاس السنيده اللي قلت لكم تاهو ما عامرش صافي. وغادي نخلط الكل غير ب خلط لي داوي جوج بيضات، راه ساهله وما كتاخذش لكم الوقت دغيا تتوجد، وصراحه تجي لذيذه بزاف. ديروا الوليدات بحال هكا اللي ما تياكلوش خضره ولا ما كيبغوش ياكلوا لكم الخضره بهذه الطريقه، راه كتجي كيجي كيبغيوها الصراحه ياكلوا لكم الخضره بلا ما يشعروش انه راه فيها الخيزو، اصلا ما تيبانش، كيبقاش يبان لكم واش فيها الخيزو لداخل. هنا ضفت حك ديال دانون او ياغورت فاني، غادي نضيف واحد جوج ساشيات ديال الخميره تقريبا 14 حتى 16 غرام، غادي نغربلهم وصافي. غادي نخلط هادشي كله مزيان وغادي نحاول نجمعو بهداك كاس تاع العصير، انا درت غير المندرين هو اللي عصرته. المهم غادي نخلي الخليط شويه يكون، راكم عارفين الحرشه ما كتشرب شويه كتشرب، غادي نجمع شويه بهداك العصير. المهم غاديش نكمل الكاس واخا تشوفوها بحال هكا مديره، ما تخافوش راه غنخليوها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق غير تشرب شويه صافي، وعاش نجيو ندون نشكلو فيها كويرات. وهنايا غادي نفند الحريشات ديالي في هاد الكوك والسميده اللي غادي اللي خلطتهم، يعني الكوك والسميده رقيقه ولا الغليظه اللي بغيتو، يعني بغيتي ديرو حتى السميده ديال الكسكسو راه كتجي فيها زوينه. انا هنا ما عنديش غير هاد السميده الرقيقه، خلطتهاش مع شويه الكوك. غادي نبدا نشكل في الكويرات ديالي، المهم الحجم نتوما بغيتو تكبروهم بغيتو تصغروهم، انا غادي نبدا ناخذ بالمعلقه الكبيره باش يجيوني العبار على نفس القياس صافي. كنفندوهم في داك الكوك والسميده ونحاولوا نديرو بحال هكا غير بصباعنا بحال هكا باش كيتشقوا هما باقي كاع ما دخلوا للفران. يعني الطريقه راه ديجا انا مشاركه معكم الحريشات في القناه، غير جربوها والله العظيم لك تجي لذيذه بزاف، متبعوش منها ودغيا تتسالي الصراحه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فاذا بك تنهى وتامر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.
لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني. صافي هنا شكلت الكويرات ديالي كما كتشوفوا، جاتني هاد اللاطه وجاتني لاطه اخرى حتى هي ما عامراش بزاف. مهم الحمد لله البركه وصافي. هنايا غادي هنايا ديجا مشعل الفران مزيان باش يسخن، غندخلهم العافيه تكون عليهم من الفوق باش يلا يجيو مشقين. عاد نهبطهم لتحت. هاد اللاطه الاخرى زوقتها شويه بدلت فيها شويه اللوز من الفوق صافي. وهذا هو هادو هما الحريشات ديالي من بعد ما طابوا، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو ولدات الصراحه وكيجيو رائعين. ودغيا ما تياخذوش لكم الوقت، ولدات صحيين، الاكثر انهم صحيين لانهم فيهم الجزر الليمون. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لي لايك من كومونتير وايضا البارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا جزيلا على المتابعه، شكرا لكل من كيخلي لي لايك واللي كيخلوا لي شي كومونتير، كنشكركم. الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.